يتساءل الزائر لسوق الأسماك في عتق عاصمة محافظة شبوة، لماذا يبدو على هذه الحال؟ لا يوجد فيه غير الباعة وأعداد قليلة من المواطنين. في محافظة يبلغ طول شريطها الساحلي 300 كيلومتر، وتزخر بحارها بأنواع متعددة من الأسماك، بعضها يصدر خارج البلاد. يا أخي بعضهم مش عارف حتى إن في سمك في السوق يا أخي، أصحاب منازل مش عارف إن في سمك في السوق يا أخي، ما عاد يدخل يا أخي، يجزع له بأي شيء، بالشيء اللي يصير، ما عاد يدخل يشيل سمك، لما يسمع السمك من 3000 من 3500، وفي عاد في منهم من 6 من 7 مش عارف من كم. لكن المواطن البسيط والله في منهم يروح من دون خسار، في منهم ياخذ، في عنده، في منهم عنده القدرة. ولا احنا عارفين السبب يعني من عند البياع او من عند اللي يطلع السمك من البحر، احنا مش عارفين من فين يعني الغلاء هذا. الى وقت قريب كان هذا السوق مفعما بالحيوية والنشاط وحركة البيع والشراء، لكن الارتفاع المتصاعد في اسعار السمك الذي شهدته المدينة في الآونة الأخيرة سبب نكسة كبيرة وعزوفا عن الشراء، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود، فقد أصبح السمك غائباً عن موائدها والتي كانت تعتمد عليه كوجبة رئيسية. أيام البرد يعني يكون صيد بعيد، نروح نجيب مثلاً مسافة، يروح صلى قصيعر توصلها أماكن بعيدة يجيب الصيد منه. هذا لما يكون الصيد يعني بحكم الأيام البرد يكون غالي، وتبيع على مشتراه يعني تشوف إيش المكسب وإيش ذا. كيف الإقبال؟ والله إيجار المحلات، إيجار المحلات هنا ونظافة، سوى نظافة ما في نظافة. تدفع النظافة يعني على حسابك الشخصي، الماء برضه على حسابك الشخصي، الصرف الصحي على حسابك الشخصي، يعني على حساب البايع. مبررات عدة قدمها مورد الأسماك وبائعوها عن سبب ارتفاع أسعارها، صاحبتها حالة من التذمر وشكوى المواطنين جراء هذا الارتفاع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الكثير من الأسر. صالح سالم، قناة بلقيس، شبوة.